أكد سعادة وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا الدور المتنامي للنفط الثقيل في صناعة النفط على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقد أكد ميرزا على هامش رعايته افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط الثقيل ضرورة تطوير مخزونات النفط واستعراض آخر التطورات في تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع الحفاظ على البيئة. وأوضح ميرزا أن مؤتمر النفط الثقيل يمثل تجمعاً إقليمياً مهماً لمناقشة هذه الصناعة والاتجاهات والتحولات التي ستحدد مستقبل هذا القطاع الحيوي للمنطقة والعالم. ويستعرض المؤتمر دراسات مقدمة من الكويت وبريطانيا وروسيا وفنزويلا حول إعادة تشكيل المصافي في المستقبل لتحويل النفط الثقيل. قبل عدة سنوات لم تكن منطقة الشرق الأوسط موقع نشاط في استخراج النفط الثقيل، ولكن في الثلاث سنوات الأخيرة تم التركيز على الاستفادة من المخزون من النفط الثقيل في هذه المنطقة باستعمال التقنية الحديثة. والسبب لذلك أن هناك يعني حوالي 970 بليون برميل من النفط الثقيل موجود في منطقة الشرق الأوسط.